للمطعم الشعبي اللي يطبخ فيه طباخ الملك، هذا الفرن اللي يحطون فيه اللحم صح؟ نعم خروف. نعم خروف. نعم يحطون فيه الخروف. 30 خروف تجهز. 30 خروف. 30 خروف تجهز. 30 خروف تكفي يا جماعة. من هني قاعد نحس بالحرارة ما شاء الله، معناها طافية. على حطب ولا فحم؟ لا خشب. خشب. اي على خشب يطبخونه. هذا المطعم الحين نتعشى بإذن الله. وغدا ان شاء الله نصور معه. هو شوف توقعاتك للاكل عبد الرحمن. شيء لذيذ بما ان طبخ الملك. شنو هالاشياء؟ شوف هالاشياء هذه طنجيه. هذا ها بسعود جاهز. طنجيه اكله مراكشيه. ما طنجيه اكله مراكشيه؟ اكله مراكشيه اصيله. اصيله نعم. هذه معروفه بمدينه مراكش. في لحم. يلا قول إيه؟ اسمها. شنو مكونات؟ الزعفران اللي شفت. لحم وزعفران. ها يقلبونها. شوف بسم الله يصبها لك. طنجية المراكشية. وهذه مذاقها. يلا بسم الله. يا الله لذيذ يا الربع. انا ما ذقت لي الحين بصراحة. تشوف الشكل بس طعم. حسام شلونه؟ لذيذ. بسم الله جماعة الطعم مستحيل 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 مستحيل. غطوا غطوا بالصوص. اخ شو اللي وصل هذا؟ اوبا هذا اللي طلع من الفرن توا. يا سلام. خليك على الصوت. تبي بدك شيء؟ شيء ماري تفضل. اوبا شو الحركات؟ راح شاي.